أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، طبتم وطابت كل أوقاتكم، حيث الإنسان على الموعد في كل ليلة، قضية وحل وزاوية تنقل لنا الصورة الكاملة وتمضي معنا حيث الإنسان. في كل حلقة من حلقات البرنامج تنتظركم ثلاث جوائز مالية، قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. مشاهدينا، ثمة الكثير من التساؤلات تصلنا من المتابعين حول آلية اختيار الفائزين. ما أود الإشارة إليه وأن اختيار الفائزين يتم بطريقة آلية لا يتدخل فيها لا المذيع ولا فريق البرنامج، كما أن هناك تساؤلات تصلنا أيضا عن عدم الرد الآلي على بعض الرسائل. السبب في ذلك هو نتيجة الضغط الذي تشكله الرسائل القادمة منكم على نظام البرنامج، لكن كل الرسائل التي ترسل بطريقة صحيحة هي تدخل معنا في المسابقة فور إرسالها. مشاهدينا الكرام، في حلقة الأمس أو الحلقة العاشرة من برنامج حيث الإنسان والتي كانت بعنوان عزلة المصبح في ريمة حياة على الهامش، فاز معنا الفائز الأول محمد علي محمدي عبد الملك من عدن، والفائز الثاني عبد الملك صادق يحيى محمد أحمد من إب، والفائز الثالث غسان شايف علي عبده من صنعاء. مبروك للفائزين الثلاثة بجوائز الحلقة العاشرة وقيمة كل جائزة 100,000 ريال. وأذكر بأن الوقت المخصص لاستقبال رسائلكم يستمر يومياً من انتهاء الحلقة وحتى الساعة 5 من عصر اليوم التالي. في ختام هذه الحلقة أيضاً سنختار الفائزين عن سؤال الحلقة 11 بشكل عشوائي، وسنتابع أيضاً معنا الليلة قصة جديدة ستأخذنا هذه المرة إلى محافظة تعز نتشارك معكم أحداثها وجوائزها. أهلاً بكم. مشاهدينا، في حلقتنا هذه ذهب حيث الإنسان إلى محافظة تعز وتحديدا إلى منطقة السلامي. المعلم عادل الشريحي تبرع بمنزله قيد الإنشاء وحوله إلى مدرسة حكومية لاستقبال الطلبة نتيجة عدم وجود مدارس حكومية قريبة، وأيضا لوقوع بقية المدارس تحت خط النار. لنتابع معا. قد تخنق الحروب الحياة وتحيلها إلى ركام، غير أن هناك من يرفض الاستسلام ويفرض واقعا مختلفا. هنا في أطراف مدينة تعز حول المعلم عادل الشريحي منزله إلى مدرسة مجانية يستفيد منها مئات الطلاب الساكنين في منطقة وادي السلامي التابعة لمنطقة بير باشا. تحويل منزلي إلى مدرسة كانت في العام 2015-2016، في الفترة الذي كان فيها هذا المربع في الحوثيين، محاصرين المدينة، والمربع هذا كان موجود في الحوثيين. كانت كل المدارس القريبة الإحسان الخير، هذه مناطق أو مستودعات للمواد الغذائية. بدأت الفكرة بداية عام 2015 عندما كانت المنطقة واقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. حينها تعذر ذهاب الأطفال إلى مدارسهم الواقعة وسط منطقة اشتباكات غربي تعز. كنا من قبل ندرس في مدارس أهلية، كنت أدرس من قبل، لكن لما جاء الحرب ورغم الظروف القاسية اللي تمر بها البلاد انتقلنا لمدارس حكومية، والأهل ما قدروش يدرسون مدارس أهلية لأن الرسوم ارتفعت مع زيادة الأزمة على البلد. لم يرد الشريحي أن يفوت أبناؤه وأبناء حيه دروسهم، فقرر تحويل منزله إلى مدرسة بات يدرس فيها اليوم ما يقارب 800 طالب.
يعني منذ عام 2015 ونحن نعمل في هذا المبنى كمدرسين ثابتين كل حاجة، لكن لحد الآن رغم أننا تكلمنا عن عملية تثبيت أقل ما في الحد الأدنى أننا نحصل على تثبيت القوى العاملة، تثبيت القوى العاملة من المدرسين الثابتين. كما يعمل في المدرسة حوالي 23 مدرسا ومدرسة، غالبيتهم نزحوا من مناطقهم، وعدد آخر من المتطوعين هم في الأصل طلاب يدرسون في جامعة تعز. أول ما نزلنا إلى هذه المدرسة كنا نازحين بهذه الحارة، بعدين تم إعلان عن فتح المدرسة هذه، لأن 4 سنوات متواصلة بالتدريس بهذه المدرسة بشكل طبيعي طبعاً، لحد الآن ما فيش لا رواتب ولا كذا. في 9 فصول يتزاحم الطلاب القادمون من الأحياء الفقيرة في الحارات المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي، ويتوزعون على فترتين صباحية ومسائية، ويصل متوسط الطلاب إلى 70 طالباً في كل صف دراسي. ايضا ندرس على الارض، يعني اغلب الفصول على الارض. وفي اشياء، في شيء مهم جدا اللي هو اللي احنا قادمين على موسم امطار، حتى السقاقيد دي ما بتنفعش احنا في موسم الامطار الان، بتكون حتى لو سوينا سقاقيد اجى مطر وضرب العاصف وهذا داخل الفصول، استوى السقاقيد يعني متين جبت لنا مشكله، يعني حتى السقاقيد بالاضافه الى كثير من المعوقات اللي احنا المدرسه لا زالت النوافذ مفتوحه، اللي احنا في اشياء اخرى زي الاذاعه المدرسيه اللي احنا للسنه الرابعه احنا نستخدم الاذاعه حق الجامعه يعني عاره. الطوق شبابيك المدرسه ما فيش، احنا مقبلين على موسم او امطار ورياح كذا، هذا ياثر على الطلاب. ايضا ما فيش كمبيوتر مكتبي وطابعة، في كثير أشياء ناقص بالمدرسة. تفتقر المدرسة لأبسط الاحتياجات، حيث يجلس الطلاب على الأرض وتعصف بهم الرياح ولا يسلمون من الأمطار وتقلبات الجو. يتذكر التلاميذ أحد زملائهم الذي أصيب بعد سقوطه من الدرج بسبب التدافع في نهاية يوم دراسي. ولأن التعليم أولوية، قرر فريق حيث الإنسان مد يد العون لطاقم المدرسة وطلابها، وكانت البداية بتحديد الأولويات والمواد العاجلة التي تحتاجها المدرسة. قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. أيام قليلة وعادت الحياة من جديد لمدرسة النهضة. هذه المرة كان هناك دورة مياه وفرش جديد لجميع الفصول وحواجز للسلالم وإذاعة مدرسية وجهاز كمبيوتر وطابعة ومكاتب لإدارة المدرسة. اليوم من الأيام الريعة بالنسبة لنا ككادر داخل المدرسة وكطلاب. منذ مدة يعني ونحن نشكو من يعني حاجة
مأساة لإذاعة مدرسية، لمرفق صحي، مرفق داخل المدرسة، أيضا إلى إغلاق نوافذ يعني حماية الطلاب من الأمطار، من الرياح، من البرد. الحمد لله رب العالمين، بلفتة كريمة من قناة بلقيس وزيارة المدرسة قاموا بهذا المشروع، مشروع خيري، مشروع دعم للمدرسة، دعم للطلاب، تسهيل العملية التعليمية، دعم لتسهيل العملية التعليمية داخل المدرسة. نشكر كل القائمين على القناة، نشكر من ساهم ومن سعى ومن نفذ هذا المشروع الرائع. أنا باسمي وباسم كل الطلاب داخل المدرسة ما يقارب 800 طالب، نشكر كل الداعمين لعمل الرائع هذا، عمل الخير الذي قاموا به لتسهيل العملية التعليمية داخل المدرسة. تمتلئ عيون الطلاب هنا بالأمل، وتشعر كم هي الأحلام بسيطة، وتدرك أهمية التعليم وأهمية المبادرة التي احتوتها هنا، وهم يعبرون عن أنفسهم بطلاقة وبالكثير من الصدق والبساطة. يعني المدرسة هذه افتتحت للطلاب، لكي نشكر الأستاذ عادل على افتتاح هذه المدرسة لكي يعلمنا يعني تعليم الطلاب وتشجيعهم، وكانت يعني من كل من حولنا المدارس أهلية، وهذه المدرسة جاءت فجأة حكومية، ونحن كنا يعني مش قادر ندفع على الأهليات ولا، وجاءت هذه فجأة صراحة حلوة. يعني شفتوا حاجات حلوات ما توقعتوش، مفارس جدد، يعني شكرا لكم على هذا. لا شيء بإمكانه أن يكسر الرغبة في البقاء، ولا تدوم الحروب للأبد، ولا يمكن للعجز أن يسكن في النفوس المحلقة والقلوب السليمة، وما أكثرها هنا. لا يتحاربوا، ليش تحاربوا؟ يعني نحن أمة واحدة، ليش تحاربوا؟ إحنا نقص في بلاد واحد، نحب أن نقص في بلاد واحد، ليش تحاربوا؟ قضاء فاذ الهبالات، ليش؟ يعني نستمنهم يعني خلاص استمروا، ما ينتحاربش بتعز ولا يدمروا البيوت، يدمروا بيوت حتى بتعمين قد تلقى فيه، بس الحمد لله ما قربهم شيء. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا الإنسان. مشاهدينا، إذا تابعنا معا قصة مدرسة النهضة، وهي جزء من صورة كلية عن فداحة ما تسببت به الحرب وما خلفه غياب الدولة سابقا ولاحقا على العملية التعليمية وعلى الأجيال. انتصر عادل الشريحي لمجتمعه وتلاميذ منطقته، وقهر الظروف القاسية هو ومن تعاون معه. لكن كيف يمكن قهر المتسببين الذين أفقروا المعلمين بقطع مرتباتهم، وقهر الظروف والحرب التي تسببت بعدم انتظام العملية التعليمية؟ مشاهدينا، هناك ما يربو على مليوني طفل خارج المدارس من إجمالي 7,300,000 طفل في سن التعليم. الحالة الاقتصادية المتردية والفقر الذي تسببت به الحرب منع 37% من إجمالي الأطفال خارج المدارس من مواصلة التعليم. 350,000 طفل يمني فقدوا فرصهم التعليمية بسبب الحرب، إما بسبب النزوح
أو الحصار أو بسبب تدمير مدارسهم. تسببت الحرب بتدمير 246 مدرسة كلياً، وبسبب الحرب أيضاً دمرت 1396 مدرسة بشكل جزئي، 147 مدرسة باتت مساكن إيواء النازحين. نعود لعادل. عادل لم يقف مكتوف الأيدي أمام مئات التلاميذ، فما الذي بوسع المجتمع القيام به في ظل غياب الدولة وتقصيرها بل وقصورها في مهامها، وفي ظل تجاهل أمراء الحرب لمستقبل جيل وشعب بأكمله؟ من وحي هذه القصة مشاهدينا الكرام، إليكم سؤال حلقة هذا المساء، والسؤال يقول: كم يبلغ عدد طلاب مدرسة النهضة؟ والاختيارات الثلاثة هي 800 طالب الاختيار الأول، 700 طالب الاختيار الثاني، الاختيار الثالث 500 طالب. إذن مشاهدينا عليكم اختيار رقم الإجابة الصحيحة فقط من الإجابات الثلاثة الظاهرة على الشاشة وإرسالها على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، والفرصة متاحة لكم حتى 5 من عصر الغد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. وصلنا معكم إلى الفقرة الأخيرة مشاهدينا الكرام، وهي فقرة إعلان أرقام الفائزين الثلاثة معنا بالسؤال اليومي، وسنقوم باختيارهم معكم بشكل عشوائي عن سؤال حلقة الأمس الحلقة 11، وكانت القصة حول ثلاثة صيادين شباب من محافظة عدن استطاع فريق برنامج حيث الإنسان من تمكينهم من مزاولة عملهم. وكان السؤال يقول: كم طن يمكن اصطياده من المخزون السمكي لليمن سنوياً؟ وكانت الاختيارات الثلاثة هي 400,000 طن، وهذه كانت هي الإجابة الصحيحة، و40,000 طن الاختيار الثاني، و4,000 طن الاختيار الثالث. نلفت عنايتكم مشاهدي الكرام بأنه كما بات معلوم لديكم، نقوم يوميا بعد انتهاء الحلقة بالتواصل مع أصحاب الأرقام الفائزة للتعرف على تفاصيلهم وإرسال المبالغ المالية إليهم. مشاهدينا الكرام، قبل أن نقوم باختيار الفائزين الثلاثة الآن معكم بشكل عشوائي عن سؤال حلقة الأمس، أذكر لا ترسلوا إلا رقم الإجابة الصحيحة فقط، لا أحرف ولا كلمات تضاف إلى الرسالة، فقط رقم الإجابة، إما 1 أو 2 أو 3، لأن نظام استقبال المسابقة أي حروف أو كلمات يتم احتساب الإجابة خاطئة. إذن مشاهدي الكرام، الآن سنقوم باختيار الفائزين الثلاثة معا بشكل عشوائي أمامكم، وكما ذكرنا في بداية هذه الحلقة لا المذيع ولا فريق البرنامج له علاقة باختيار المتسابقين، نقوم باختيارهم بشكل عشوائي معكم. بسم الله. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 00967738412311، مبروك لصاحب الرقم 100,000 ريال الجائزة الأولى في حلقة اليوم عن سؤال حلقة الأمس. الآن اختار أيضا الفائز الثاني، وقيمة الجائزة أيضا 100,000 ريال يمني. مبروك لصاحب الرقم 00967771503820، والجائزة 100,000 ريال يمني أيضا. الآن سنختار الفائز الثالث، والجائزة أيضا 100,000 ريال يمني. مبروك إذن للفائز صاحب الرقم 00967773705503. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، وسنقوم بالتواصل معهم بعد انتهاء هذه الحلقة والتعرف على تفاصيل إقامتهم، أسمائهم، ومن أي محافظة، حتى نرسل لهم الجوائز المالية مباشرة إليهم، وعادة يتم إرسال المبالغ في اليوم التالي. إذن مشاهدينا الكرام، الآن سنذكر بشكل أخير بالأرقام الثلاثة الفائزة والتي اخترناها معكم قبل لحظات بشكل عشوائي، نتابع.
الأرقام معكم الآن على الشاشة وهي للفائزين الثلاثة، وكل رقم فاز معنا بمئة ألف ريال يمني لأنه أجاب بشكل صحيح على السؤال وأرسل فقط رقم الإجابة الصحيحة، وكانت الإجابة الصحيحة عن سؤال حلقة الأمس هي الاختيار الأول 400 ألف طن، وما مقدار ما يمكن اصطياده من المخزون السمكي لليمن. إذن مشاهدينا الكرام، الآن قبل أن أذكر بسؤال حلقة اليوم أذكر مرة أخرى، لا ترسلوا سوى رقم الإجابة الصحيحة، لا يتم إرسال أي أحرف أو كلمات مضافة إلى رقم الإجابة لأنه لن يتم اعتمادها من قبل نظام استقبال الإجابات الآلي وسيتم احتسابها كإجابة خاطئة، فقط أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة. أذكر بسؤال الحلقة بشكل أخير، والسؤال يقول كم يبلغ عدد طلاب مدرسة النهضة؟ والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول 800 طالب، الاختيار الثاني 700 طالب، الاختيار الثالث 500 طالب. إذن مشاهدينا الكرام أتمنى لكم حظ سعيد لمن سيشارك معنا في إجابة السؤال والفوز بإحدى الجوائز الثلاث المالية، وأذكر أنه يوميا لدينا جوائز مالية ثلاث قيمة كل جائزة 100 ألف ريال يمني، نتمنى أن تعم كل المحافظات والمدن والقرى اليمنية، وهذا هو هدف برنامج حيث الإنسان أن نكون قريبين معكم وأن نزرع الفرحة سواء من خلال المشاريع والقصص التي نقدمها في البرنامج أو من خلال الجوائز اليومية. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، صوم مقبول وذنب مغفور، في أمان الله. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.